أنا سهر محمود، دكتور التحاليل من مصر. إذا كنت تعيش أو تعمل أو تدرس في ألبرتا، فيمكنك أخذ الجرعة المنشطة مجاناً، وينصح بأخذ الجرعة المنشطة 6 أشهر بعد آخر جرعة لقاح أو الإصابة بالفيروس. يمكنك حجز موعد بالاتصال بالصيدلية القريبة منك، أو حجز موعد مع طبيب الأسرة، أو الاتصال برابط الصحة 811-811. عند الذهاب للموعد عليك إحضار بطاقة الهوية الخاصة بك، ولا تحتاج بطاقة الصحة. تلقي الجرعة المنشطة هو أفضل شيء لحمايتي وحماية أسرتي. احصل على جرعتك اليوم حتى نحمي أنفسنا ومجتمعنا.